طمنا عن اصابتك الاخيره بلعبه نادي الشارقه ويا نادي الشارقه، شنو اللي صار لك؟ وجهك شفناه يعني بصوره مرعبه. لا سويت عمليه، صار عندي كسر هنا. شلون صار الكسر؟ هي يعني موجوده بال شو اسمه، انا واللاعب العدوك ما تتمناها. لان ضربه هو ضربني هنا وانا هنا بوجهي، بس يعني ما حسيت بالبدايه هذا وجهي ما احس بيه يعني. فأنا رحت للمستشفى يعني اخذ صور اقول هذا بوتوكس وما اعرف شنو، لان ماكو الم. بعدين ورا المباراه كملت مباراه، بس تورم بس تورم هي صارت اول مره والنوبه صارت. فمن اخذنا اشعه ما بين بالاشعه، فثاني يوم انا موجود بالتمرين وتمرني ما بين كسر ما بين كسر، قالوا تمزق بالانسجه مال الوجه. ثاني يوم بالتمرين موجود وبالتطبيق، يعني المباراه تجي انه العب، اجى فمدرب منتخب الاولمبي مال الامارات هو المشرف، قال يعني كريزي، قال خبل تعال اطلع. فرحنا اخذنا مفراس يلا بين، لان 2 ملم كلش قليل الكسر هنا وهنا وفطر هنا وكسر هنا. وسويت عمليه فرحنا اول مره فحصوا عيني قالوا ما بيها شيء. بعدين سووا العمليه من يلا سلامات عدت الله يسلمك الحمد لله وشكر بالريش.